عندها نفس الكلام بقى طبعا، ديت اللي هي الرايت كدني احنا قلناها خلاص. طيب بالنسبه عندي لليفت كدني، قلنا عشان اجيب الامبريشنز بتاعتها من الانتيرور سيرفيس عند الهايلم برسم خط كده اللي هو عباره عن البادي اوف بنكرياس. خلاص البادي اوف بنكرياس ده اباف لي 3 اس ستراكشرز، سوبرا رينال، ستومك، واللي في الاخر ده خالص مين؟ سبلين. تمام، يبقى انا رسمت هنا في الاول خط اللي هو عباره عن مين؟ البادي اوف بنكرياس، فوقه سوبرا رينال، وبعدين ستومك او جاستريك، وفي الاخر خالص هيبقى عند البوردر عندي هيبقى في عندي مين؟ سبلين. اجي تحت هنا للور بارت زي عملت في رايت كدني هعمل في الليفت كدني، هقسمها الى جزئين، الميديال بارت هيبقى ريليتد لجوجنم، والليفت بارت هيبقى كوليك امبريشن. خلاص، وهنا الكولون زي ما كان طالع هنا اسندنج برانش اوف رايت كوليك، هيطلع هنا الاسندنج برانش بتاع مين؟ الليفت كوليك. خلاص، طيب عندي طبعا الارتيريال سبلاي بتاعها، ده الرينال ارتري وده الرينال ايه؟ فين. خلاص، وده الليفت رينال فين. تمام، وده برانش من الرينال فين اللي هو رايح لمين؟ بنسميه الانفيريور سوبر رينال ايه؟ فين، اللي هو الجزء ده كده اللي هو رايح لمين؟ للسوبر رينال جلاند. خلاص، ده طبعا عندي مين؟ اليوريتر الابدومينال بارت، وبعد كده بيعمل كروسنج للكومن الياكس عشان يدخلوا بعد كده يبقى ايه؟ بيلفيك بارت. عندي دي طبعا اللي هي السوس ميجر. خلاص، عندي ديات الالياكس، وعندي ديات هي كوادريتاس مين؟ لامبورم. خلاص، نفس الكلام عندي اهوت، هيبقى عندي السوس ميجر، عندي الياكس، وعندي ديات هي الكوادريتاس لامبورم مصر. خلاص، طيب اما اجي هنا اشوف عندي يظهر هنا عندي مين؟ البلادر. خلاص، ادي عندي البلادر اهي، البلادر بيبقى كلها سوبيريور سيرفيس. خلاص، وبعدين بيكون لها بوستيرور سيرفيس اللي هي البيز بتاعتها اللي هي الجزء دي كده. خلاص، وبعد كده في عندي انفيرولاتر، طبعا الانفيرولاتر ده بيكون في واحد زيه الناحيه الثانيه، انفيرولاترال سيرفيس ديت هي عباره عن الايبكس بتاعتها او الانتيرو انجل، بنسميها انتيرو انجل عشان ريليتد للسيرفيس بيوبس. تمام، ودي بعد كده بيبقى كونكتد ليها حاجه بنسميها الميديان امبريكال ليجمنت، هنا موجود هنا في موديل هنشوفه بعد شويه، ميديان امبريكال ليجمنت. بعد كده عندي بقى هنا مين ده كده اللي هي اليورسرا، ده طبعا ميل موديل، فيبقى عندي الاوبننج جوه دي بنسميها انترنال يورسترال سفينكتر. وبعدين يظهر عندي بقى البارتس بتاعه اليورسترا، هيظهر اول حاجه عندي الجزء ده بنسميه بروستاتيك يورسترا جوه البروستاتيك جلاند، وبعد كده عندي الممبرينس يورسترا، وفي الاخر الجزء ده كله عباره عن مين؟ البنايل يورسترا. الجزء بقى او التب هنا الفتحه بتاعتها بنسميها اكسترنال يورسترال اوريفيس، يبقى عندي انترنال وبعد كده عندي مين؟ اكسترنال. خلاص، طبعا ديت عندي البروستاتيك جلاند ودي سفينكتر يورستري. خلاص، وديت بقى اللي هي عباره عن مين؟ الميوكوزا بتاعت مين؟ بتاعت البلاتر. خلاص، طيب بالنسبه هنا الموديل الفيميل، عندي اول حاجه كده هيبقى عندي ده اللي هو عباره عن السوبريور سيرفيس اللي هو فوق ده كده اللي هو ريليتد لمين؟ لليوترس. وبعد كده عندي البوستيرو سيرفيس او البيز بتاعتها، وبعد كده عندي انفيرو لاترال سيرفيس. خلاص، عندي طبعا يورسرا في الفيميل بتكون وان بارت، لها انترنال يورسرا الاورفيس، وعندي في الاخر هنا اكسترنال يورسرا الاورفيس. تمام، عندي ده كده اللي هي عباره عن الايبكس بتاعتها او الانتيرور انجل، بيكون اتاج لها ده اللي هو عباره عن الميديان امبليكال ليجامنت، ده كده اللي هو عباره عن مين؟ الميديان امبليكال ليجامنت. خلاص، طبعا